الحقيقه النادي الاهلي خاض تمرين يمكن انا قوي جدا قبل السفر للسعوديه، و يعني المران الختامي في القاهره قبل التوجه لمطار القاهره للسفر للسعوديه استعدادا للمشاركه ان شاء الله يوم الجمعه القادم في الجوله او الرحله التاسعه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. كابتن خالد بيبو عقد اجتماع او عقد جلسه مع اللاعبين يعني قبل المران النهارده الصبح، وخاض اللعيبه التمرين فتره احماء وجزء بدني قبل طبعا المشاركه في تدريبات الكوره. محمود متولي شارك في التدريبات الجماعيه، طبعا بنقول له الحمد لله على السلامه بعد تعافيه من الاصابه اللي اتعرض ليها يمكن في العضله الاماميه. وخاض رباعي كمان حراس المرمى اذا كان محمد الشناوي او مصطفى شوبير او حمزه علاء ومصطفى مخلوف شاركوا تدريباتهم تحت اشراف طبعا ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى. كمان على مستوى المصابين واصل ريدا سليم بيواصل الجري حوالين الملعب تنفيذ بعض الفقرات التاهيليه. طبعا ريدا سليم اللعيبه المميزه جدا، لكن يعني حظه وحش شويه، كانت اصابه غلسه شويه لريدا سليم، لكن هو يعني في تعافي ان شاء الله برتم سريع ان شاء الله يكون قريب جدا متواجد في صفوف النادي الاهلي. الاهلي زي ما بقول لحضراتكم هيواجه باذن الله الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله. طبعا عارفين ان الاهلي بيبدا مشواره في البطوله يوم الجمعه بالكسبان. كل الناس بتتكلم على الاتحاد السعودي، الحقيقه مباراه مهمه، يعني انا في اعتقادي المباراه مش سهله ابدا. كل الناس بتتكلم ان النادي الاهلي هيقابل الاتحاد السعودي، قد يكون مفاجاه ويكون اوكلاند سيتي. يعني عايز اتكلم في هذه البطوله، الحقيقه البطوله واخده يعني شكل مختلف شويه. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين قبل البطوله ديت شارك 8 مرات في المونديال، 3 مرات برونزيه واثنين المركز الرابع وثلاث مرات في المركز السادس. طبعا احنا عارفين ان البطوله بتضم فرق الاهلي واتحاد جده اوكلاند سيتي المان سيتي واليون المكسيكي وارواو ريد الياباني.